صباح الخير عليكم من فقره لايف ستايل، ومعاك كوتش محمود. والنهارده استكمالا للبرنامج التدريبي بتاعي بوش بول ليج ابر بادي لور بادي، النهارده معايا الجزء السفلي للجسم اللي هو يعتبر الرجل. هنلعب النهارده تشكيلات مختلفه شويه مع بعض. هنبدا بالاحماءات الاول. بستخدم السيكل دايما يوم تمرين الرجل، افضل التسخين يكون على السيكل سواء الريلاكسيشن او العادي. يلا بينا. في تمرينة الرجل بتاعتي عايزك مره تبدا بالاماميه ومره تبدا بالخلفيه. تمرينة الرجل بتاعتي اللي فاتت اللي هي احنا طبعا لعبنا بوش بول ليجز وبعدين ابر بادي ولور بادي، يعني لعبنا ليجز مره من 3 ايام. كنا بادئين بالاماميه، النهارده هنبدا بالخلفيه. هنركز على الهامسترينج والكالفس في بدايه التمرين. اول تمرين معايا هيكون ليج كير، هيكون 4 جولات في 15 تكرار، اداء بطيء. شوف شكل التمرين معايا. التمرين التاني معايا وهيكون الليج بريس، هنلعب 4 جولات في 15 تكرار. شكل الرجل هيكون 11 باتساع الصدر. شوف شكل التمرين معايا. التمرين الثالث معاه هيكون ديد ليفت هامسترنج على الستيب. هنلعب بتكنيك شويه صعب، عايزك تركز معايا. فول ستريت ليجز، يعني رجلك هتكون مفروضه كامل بالشكل ده. هنلعب 4 جولات في 15 تكرار. التمرين الرابع معايا وهيكون الكالف، ودايما الناس اللي بتعاني من مشكله الكالف ان الكالف بتاعها صغير او صعب في التطور. انا بنصح انك تلعبه في بدايه التمرين، او لو هنبدا التمرين بخلفيه الرجل خلي دايما اول تشكيله او ثاني تشكيله ثالث تشكيله، خليه في مجموعات التشكيلات الخاصه بخلفيه الرجل. النهارده معايا التمرين الرابع الكالف، 4 جولات في 20 تكرار، اداء بطيء. تابع شكل التمرين. التمرين الخامس معايا وهيكون فرونت سكوات الدمبلز، وهيكون باتساع صدري، الرجل بتاعتي باتساع الصدر، 4 جولات في 12 تكرار. شكل التمرين. وبكده وصلت للتمرين الاخير معاه وهيكون ليج اكستنشن لرجل اماميه. والليج اكستنشن من اهم التمارين والتمارين الاساسيه كمان، من التمارين الاساسيه اللي اقدر العبها في تمرين الرجل بتاعتي وهتفيدني كتير. هنلعب 4 جولات في 12 تكرار، اداء يكون بطيء شويه. شوف شكل التمرين معايا. وبكده نكون انتهينا من فقرتنا النهارده. كان معانا لور بادي واللي هو الجزء السفلي الرجل. كده انتهينا من 5 ايام معانا تمارين، 5 فقرات عملناها بوش بول ليج ابر بادي لور بادي. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله انتظروني في فقرات قادمه.